المزيد من المتابعات والتعليقات ينضم إلينا مباشرة من واشنطن السيد بسام بريندي الدبلوماسي السابق والباحث في مركز الأبحاث الدولية في واشنطن. مساء الخير سيد بسام. أهلا وسهلا صخيرات. أهلا بك سيد بسام. يعني كيف تقرأ استطلاعات الرأي الأخيرة خاصة في ضوء اللقطة الترامبية، اسمح لي في الوصف، بالجلوس خلف مقود شاحنة قمامة، وهي أمور ربما عهدنا أنها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أحيانا ما تحصد أصوات كورقة الجوكر في أوراق اللعب؟ يعني شكرا للاستضافة، كلامك صحيح، هذه المرة من المرات القليلة التي يكون فيها التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين متقارب جدا لدرجة صعب جدا التنبؤ من سيربح. يعني مع أن إحصاءات الرأي واستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بعض أحد المرشحين بإحدى الولايات بنسبة 1% أو 2% من الأصوات، ولكن دائما هناك يوجد مارجن أوف إيرور، نسبة الخطأ في أي استطلاع، فبالتالي تعيدك إلى نفس النسبة، بأن نسبة الموجودين أو نسبة الربح لأي طرف منهم هي 50-50. حتى اليوم لا يوجد أحد يستطيع القول بأن هذه الولاية ستصوت لهذا الطرف أو لذلك الطرف. كما تفضل حضرتك، الجميع يحاول، الطرفين يحاولون أو يحاولان جذب الناخبين. عندما بايدن، الرئيس بايدن، تكلم عن ترامب وقال هو ومشجعيه بما يعني قمامة بهالمعنى هذا، فترامب ذهب إلى سلة القمامة أو شحنة القمامة ولبس ثياب منظفي القمامة وقال أنا من القمامة وأنا كل من يمثلني. فعمليا هو يحاول في هذه الأوقات، يكون صعب جدا، من القاتل جدا عمليا، التفوه بأي كلمة قد تخرج خارج نطاق الرأي العام، بحيث ممكن أشخاص يعني مجرد كلمة ممكن تقلب الرأي العام يسار أو يمين. وهذا حدث كمان مع ترامب في نيويورك عندما كان أحد الأشخاص المؤثرين المغنيين المعروفين، هو وصف سكان أحد الولايات كما وصف سيء رديء، فكان عليهم أن يذهبوا ويصلحوا الأخطاء. هذا يدلك مرة أخرى أن فعلا الخلاف أو التنافس شديد، 50% 50%. اليوم كل كلمة لها حساب، كل تصرف، كل مظهر على التلفزيون له حساب، ممكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا. سنرى خلال أيام قليلة، اليوم الثلاثة القادمة، أعتقد الكثير من الفضائح أو المسبات أو يعني الإثارة، هي نوع من الإثارة أكثر ما هي فعلا تغير نوعي، فقط لجذب أكثر الناخبين المترددين إلى أحد الطرفين. سيد بسام، يعني إضافة لتأثير مثل هذه الأمور في الدعاية في الانتخابات الأمريكية، مثل لقطة شاحنة القمامة أو غيرها من الأمور التي يتعاطى معها الشعب الأمريكي، إعلان عن مأكول معين أو ما شابه ذلك ربما يجذب بعض الناخبين، أتساءل، وطبعا هو جاء رد زي ما أشرت حضرتك على إساءة ربما من بايدن الذي تجاوز 80 من العمر، وهو أمر ربما معهود عنه خاصة في العام الأخير، أتساءل هل من تشابه ما بين تنافس ترامب هاريس وتنافس ترامب هيلاري قبل 8 أعوام، أم أن هناك فوارق خاصة مع تقدم رجل في السن ربما يقارب 80 الآن، ربما المرأة في حدود 60، أم أنه الشعب الأمريكي مهيأ أكثر الآن لحكم امرأة أو العكس؟ كيف ترى الأمر؟ يعني جميلة المقارنة، جميل هذا السؤال. في عندما كان ترامب مع كلينتون، هيلاري كلينتون، لم يكن أحد يعرف ترامب، لم يكن معروف كيف هي هذه الشخصية، ما هو تأثيرها، ما هي سياستها، وكان الجميع يقول أو يراهن بأن هيلاري كلينتون هي ستربح، هي يعني سياسية عريقة صلها سنين وأيام تعرف العالم إلى آخره، ولكن ترامب ربح بطريقة يعني كانت غريبة، أثارت استغراب الجميع حتى الولايات المتحدة أكثر من غيرها. يعني ما حدث بعد ذلك بأن سياسة ترامب ال4 سنين يعني لم تكن سياسة مجمعة للشعب الأمريكي، كانت سياسة مفرقة للشعب الأمريكي بطريقة كل وسائل الإعلام الأمريكية على الأقل عكستها بأنه يعني خارج الإطار التقليدي للحكم. اليوم هنا التنافس الشديد، جزء من التنافس الشديد. أنا كاميلا هاريس هي نائبة رئيس، خلال 4 سنين لم يكن لها أي صوت، لم يكن لها أي واقع على المجتمع السياسي الأمريكي، لا في محاضرات، لا في لقاءات إعلامية، ولا في إنجازات حقيقية.
وترامب الذي هو كان رئيس في جزء من الشعب الأمريكي يعتبره أنه يمثله، في جزء من الشعب الأمريكي يعتبر أنه لا يمثل قيمه. فبالتالي الناخب الأمريكي اليوم بين شخصيتين يعتقد أنهما لا يمثلانه بشكل أو بآخر كأشخاص. يعني هيلاري كان هي كشخصية جاذبة معروفة إلى آخره، أما هنا نحن نتحدث عن شخصين وسائل الإعلام الأمريكية تصفهما أنهما لا يمثلان المجتمع الأمريكي الطبيعي، حالتين غريبتين عن المجتمع الأمريكي ولكن هم الموجودين. فبالتالي هذا جزء من الخلاف الموجود بأن من يؤيد ترامب قد لا يؤيد ترامب كشخص ولكن يؤيد سياسات ترامب بمواضيع معينة مثل الهجرة، مثل العقود الاجتماعية، المحافظة الاجتماعية. ومن يؤيد كاميلا هاريس قد لا يؤيدها لشخصها وليس ليس لها كاريزما، ولكن قد يؤيدها لما تطرحه من زيادة الإعانات للطبقة الفقيرة مثلا أو السماح للاجئين أكثر. صار الموضوع أكثر على موضوع البرنامج الانتخابي أو أجزاء البرنامج الانتخابي أكثر ما هو انتخاب لشخص بحد ذاته. المجتمع الأمريكي هل يتقبل امرأة أو لا؟ كمان هذا سؤال جدا مهم. أعتقد أنهم مرة أخرى الخوف من ترامب قد يدفع كثير من الناس إلى كاميلا هاريس مع الاعتقاد بأنها ليست هي الممثل الأفضل أو المرشح الأفضل. يعني لهذه الامور ان لما نقول ان نسبه التصويت او نسبه استطلاعات الراي تقول ان 50% الى 50% لا يوجد شيء كثير يروق نحن لا نبحث للمجتمع او الناخب الامريكي بسام الان، وربما سنعرفها بعد عده ايام وبالكثير ربما بعد اسبوع او اثنين. خلينا نتساءل في ضوء يعني تقييم حضرتك نفسه، وخليني أطرح على حضرتك رؤى أخرى ربما للمرشحين. ربما البعض يرى ترامب بأنه الشعبوي الذي ربما يوصف أيضا بالكاوبوي الأقرب إلى الثقافة الأمريكية، وربما يكون هذا عنصر توحيد لأمريكا وعنصر تعبير عن أمريكا بهذه الصورة وفي فترته التالية إن قدر وفاز بهذه الرئاسة للمرة الثانية، مقارنة بفترة سابقة ربما لم يشهد العالم صراعات أو حروب بنفس الوتيرة التي شهدها في ظل قيادة بايدن لأمريكا، وربما كانت كامالا هاريس نائبة وامرأة في الظل لم يكن لها تأثير. اشتعلت كورونا، اشتعلت أوكرانيا، اشتعل الشرق الأوسط، وربما لم يكن هناك تعاطي كبير. أتساءل من هذه الزوايا عن مدى قراءة حضرتك لقدرة من له سابق خبرة في إدارة البيت الأبيض وأمريكا على ربما تهدئة صراعات العالم، أو العكس بالمقارنة بكامالا هاريس التي ليس لديها خبرة واضحة حتى في العام الأخير. يعني كلامك صحيح مع إضافات معينة، مثلا هاريس نحن لم نعرف، يعني لم تظهر مدى قوتها السياسية، لم يظهر شيء خلال السنوات الماضية ما هو تأثيرها السياسي، ما هو تفكيرها السياسي، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها غير خبيرة. يعني هي نائبة رئيس موجودة 3 سنين، قبلها كانت عضو مجلس الشيوخ، قبلها كانت سياسية في كاليفورنيا مدعي العام، فهي يعني بالجو السياسي بشكل عام. ولكن الناقص بهذه الصورة أو الغير موجود في صورتها هي مدى تأثيرها، مدى قوة شخصيتها، ما هي أفكارها، كيف ستتعاطى مع مشاكل الشرق الأوسط أو مع الصين أو مع البيئة المناخ. كثير من الأشياء هي عندما تسأل هذه الأسئلة هي تقول نحن كنا على سياسة بايدن متفقين وسنستمر بها. هذا يثير مخاوف أكثر ما يثير الراحة عند كثير من الأمريكان. ترامب معروف كيف كانت سياساته في المرة الأولى في الدورة الانتخابية الأولى، كما يقول هو بأنه كان كثير من الأشخاص حوله يمنعون تنفيذ قراراته، يمنعون تنفيذ رؤيته لأسباب مختلفة. هو اليوم يقول أنا تعلمت، أنا سأقوم بتنفيذ ما أريده، وأنا اليوم أكثر نضوجا. فعمليا هذا الذي يريد أن يقوله، هو يقول بأنه اليوم لن يوجد حروب إذا ما تم انتخابه الرئيس، سيكون هناك تعاون أكثر مع روسيا، بمعنى آخر ستتم حل مشكلة أوكرانيا بشكل أو بآخر. فهو يعطي تفاصيل، لا يدخل بالتفاصيل لكن يعطي عموميات. فبالتالي بالمقارنة اليوم سياسيين على الأقل السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية، إذا كاميلا هاريس ستستمر بسياسة بايدن الداخلية أو الخارجية، نراها كل يوم، نرى نتائجها في كل مكان. إذا ترامب أتى سيكون من الصعب جدا فعلا توقع ماذا سيفعل.
هو يقول كثير من الأشياء تمس كثير من الناس داخليا وخارجيا. الهجرة مثلا لأمريكا هو موضوع جدا مهم، موضوع الاقتصاد، موضوع الضرائب، موضوع التعليم، موضوع القيم الاجتماعية، يعني هذه مواضيع جدا مهمة تمس الحياة اليومية. 82% من الشعب الأمريكي أو 85% من الشعب الأمريكي يعتقد أن الاقتصاد هو رقم واحد، ثم الأهمية، ثم رقم اثنين هو الهجرة أو غير الشرعية التي يجب معالجتها. فبالتالي ليست يعني فلا يوجد هناك طرح حقيقي لحل هاتين المشكلتين. ترامب عندما يقول أنا سأرحل 20 مليون شخص غير قانوني، هذا يتكلم يعني هو يتكلم على أموال ضخمة، يتكلم على قوات عسكرية كبيرة هي غير متوفرة غير موجودة. وعندما تأتي كاميلا هاريس تقول سأسمح بدخول لاجئين أكثر، فهناك في فنحن عم نتحدث عن مشروعين متناقضين، عن أفكار متناقضة بين الطرفين. لهذا 50-50% هي تعكس فعلا انقسام المجتمع الأمريكي على كل القضايا ذات التي بيهتم فيها المواطن الأمريكي بشكل يومي. سيد بسام، يعني أكرر السؤال وربما نجد إضافة من كلام حضرتك مرة تانية، إضافة إلى ما قلت، يعني تعاطي المرشحين مع القضايا العربية إن كنت تجد خلافا أو أفضلية، وربما في نفس السياق بيأتي تأثير الصوت العربي أو اللي من أصول عربية يعني في الانتخابات الأمريكية من قبل الناخبين، كيف ترصده؟ يا سيدي العزيز، مرة أخرى غزة غيرت الأمور كثير. غزة يعني أشعلت نار كانت مطفئة من المجتمع العربي والإسلامي، الهنود، الباكستانيين، الماليزيين، العرب، والتيار اليساري الأمريكي. يعني هذا لا يمكن إغفاله، بأنهم هم يريدون كل ما جرى، يعني كل التحركات التي تدعم وقف ما يجري في غزة. فبكل الاجتماعات التي جرت بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري مع العرب، إذا سميناهم العرب الأمريكان، بالدرجة الأولى كان المطلب الرئيسي الأول هو غزة، عليكم أن تفعلوا الشيء لغزة. يعني أنا كنت حاضر بالاجتماعات مع الطرفين. الجمهوري كان هو دائما يقول هذه حرب بايدن، ليست حربنا. ترامب هو قال أكثر من مرة بأن لو هو كان رئيس لهذه الحرب كانت ستنتهي بأسبوع أو أصلا لم تكن ستقام أو ستحدث. بالطرف الآخر الديمقراطي هو يقول بأن إسرائيل لها الحق بالدفاع عن النفس، نحن نحاول إدخال المساعدات. يعني يحرف الموضوع أكثر، الموضوع هي أكثر موضوع مساعدات أكثر ما هي موضوع ما يحدث في غزة من دمار وإلى آخره. فبالتالي مرة أخرى الجالية العربية إذا سميناها الأكثر لا تجد تعاطف بين الطرفين. يعني مرة أخرى عندما نذكر ترامب هم يقولون هذا الشخص يعني منع الهجرة، منع أهلنا أن يأتوا، كان لديه كلام جدا مسيء على الإسلام وعلى العرب، كيف نسخ فيهم مرة أخرى؟ مع أن موعده جيدة، هو يقول لن يكون هناك حروب جديدة، سيكون هناك تركيز أكثر على الاقتصاد في دول الشرق الأوسط وإلى آخره. الديمقراطية هي تقول سنستمر بالسياسة الموجودة اليوم، ولكن سنزيد المساعدات الإنسانية، ولكن دون الدخول بتفاصيل. معنا هي نائبة رئيس مرة أخرى، هذه الذي أخذ عليها، يعني أنت بموقع القوة، بموقع السلطة، تستطيعين أو كحزب ديمقراطي تستطيعون أن تضعوا خطة عمل واضحة أكثر كونكم بالسلطة وتعرفون التفاصيل. سيد بسام، الكلمة المفتاحية اللي كنت أتحدث عنها مع حضرتك والتي قالها ترامب، لن تكون هناك حروب أخرى في حال قدومه إلى البيت الأبيض، هل تتصور أنه من ضمانات أو من مبررات أو من يعني شرح لهذه الجملة؟ يعني هل يمكن الوثوق بترامب أنه العالم ستهدأ فيه الصراعات، أم أنه هذه كلمة من قبيل الدعاية الانتخابية؟ شوفي، عندك مجالين، قسمين. القسم الأول هو الناخب الأمريكي والناخب العربي، لو عندما يقول لا يوجد هناك حرب معناته لن يكون هناك صرف كثير على الجيش الأمريكي في الخارج، لأن سيكون هناك سحب لقوات أمريكية من مناطق يعتقد ترامب أنها غير مفروض أن تكون موجود فيها، ببلادنا العراق وسوريا مثلا. فدائما يقول ما يعني هو دائما يتساءل لماذا يوجد الجيش الأمريكي هناك، نصرف عليهم $2 مليار بالسنة. فهو عندما يقول لا نريد حروب تعني للداخل الأمريكي انعزال أمريكا، هذا الذي يفهم، صرف الأموال الأمريكية داخل أمريكا بدل أن تم صرفها في القواعد العسكرية بكل مكان بالعالم. الولايات المتحدة لديها أعتقد أكثر من 180 قاعدة عسكرية في العالم. هو يقول لا نحتاج كل هذه الأمور، لا نحتاج أن نكون شرطة العالم. بالنسبة للعرب مثلا، عندما يقول لن يكون هناك حروب، قد يكون هذا شيء إيجابي، بمعنى أنه
نريد فترة استقرار، نريد أن ننمي الاقتصاد، نريد أن نعيش حياة طبيعية عادية مثل كل الفكرة سكان العالم يعني. بالتأكيد سيد بسام، هل فهو طريقة تنفيذها الأبحاث الدولية بالنسبة له أنه يعتقد أنه يجب أن يتعامل مع روسيا بحل كل المشاكل هذه هذه فهو لا أعتقد لديهم تفصيل حقيقي، ولكن المبدأ العام بأن سنعمل مع روسيا لحل. إذن شكرا للسيد بسام بريندي الدبلوماسي السابق والباحث بمركز الأبحاث الدولية في واشنطن على هذه المداخلة.